بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منورة. بحول الله نتعرض إلى بعض أسرار آيات من أول سورة الجاثية، وهي سورة مكية، إلا الآية 14 يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. حيث هنا الآية دي من لحقت يعني في الفترة المدنية لتدعم فكرة المسؤولية وفكرة أخلاق أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة للعالمين، عالم الجن والإنس. قل الذين آمنوا يغفر الذين لا يرجون أيام الله. المسلم الحقاني هو الذي يغفر ولا يمل أبدا من هذه العطية الربانية، لكي لا يجعل في يد الظالمين أي حجة من تبطل الدعوة الإسلامية. قل الذين ولهذا يتشدوا ويقيسوا في الأرض مع الناس في الشبر وقرطبول من مكان روح. قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. وهذا الناس كل تعرف مسؤوليتنا هي أن نغفر بعد أن ننبه، وبعد أن وما على رسول إلا البلاغ وما على رسول إلا البلاغ. نرجع للآيات الأولى، يقول ربنا جل جلاله عما نواله: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. فعل واختلاف الليل والنهار، الترنوس، وما أنزل الله من السماء من رزق، provision deliver، فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وهنا مش نركز على من يتنكب هذا الطريق المنير اللي لا ينطق إلا بالحق ولا يذكر إلا أيام الله ونعم الله ومعجزات الله وما هو عجيب منا كل العجب في خلق الله. أنا طبيعة، وفما حد مش ينكر الطبيعة وما خدمتها للإنسان، هذا عالم العلوم الطبيعية وغيرها، وحتى الجيولوجيا الكل منا تقر أن هذه الآيات لا اختلاف فيها، إنها تنزيل من العزيز الحكيم. ولهذا كل إنسان يعمل غير هذا على ضوء ما نزل الله سبحانه وتعالى فهو يدخل في بوتقة الإفك والإثم. الإفك هو يعني يأتي بخبر باطل، وشاهدت على القرآن بأنه ليس بتنزيل بل هو سحر من أتى بمحمد عليه السلام، وهذا بريء منه كل الأنبياء عليهم السلام. ويل هنا منا معروفة وتفسير قال فيها الكثير، لكن الويل هنا يرمز إلى شدة العذاب، أي العاقبة لا ديستيناسيون فينال هي فيها الويل، تصدير لي بير دولور. ويل لكل أفاك أثيم، يعني كثير الفتن وكثير الرفض للآيات وكثير الكبائر والعياذ بالله. أثيم يحك بصدره ظلمات وظلمات وظلمات، مع ذلك يتعامى على حالته المرضية، يسمع آيات الله تتلى عليه، فما شو عنا ما قراش قرآن مترجم ولا قرآن كما نزل. كل الناس كل عموما يعرف اللي بما كتاب يسمى قرآن، ويعرف اللي القرآن ذي ليست له خصائص بشرية، ما يكون صادر إن على المولى، لأنه فيه عز فيه صدق وفيه ملا أسرار
بيانية، أسرار موسيقية، فنية، أسرار علمية، شيء من العجب بل ما يتلقاه في حتى كتاب. وإن اجتمعت الإنس والجن على أشياء بمثل ولا بعشر صور ولا بصورة برك، مستحيل، والتحدي يبقى إلى يوم الدين. ويل لكل أفاك أثيم يسمع وقول ويل، زاد في جهنم والعياذ بالله كثير الهول. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه. هذا فماش قلنا عبر العصور كل إنسان عموما إلا واسمع لي فما كتاب معناه يسمى القرآن، يسمع آيات الله تتلى عليه، ولا آيات الله مجرد يسمعها من خلال القرآن، يسمعها من خلال العلماء. شوف شوف ربي شخلط، شوف ربي كيفاش رزق، شوف ربي كيفاش هدى، شوف ربي كيفاش أعز، شوف ربي كيفاش أذل. هذه آيات هو يراه فيها، ولكن كان مش موجود عنده. هو رافض، رفض، ولهذا ما حشتوش باش يقبل جزء من الحقائق، لأنه يعرف إذا كان بدأ لابد أن يتم بالتسليم، وهذا خبث ما أوحى به شيطانهم والعياذ بالله. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا، يعني شد صحيح معيزه لو طاروا، ثم يصر مستكبرا، يعني شد الطريق نتاع الإثم والتكذيب والرفض، ثم يصر مستكبرا، نفخ فيه الشيطان اللي اونفلي بار لورغول ساتانيك، ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها، اللي اورغول باتولوجيكوم اورغول، كان لم يسمعها، كان ما جاتش ايه دخلت الوعي، كان لم يسمعها، فبشروا بعذاب أليم. هنا ربي يسخر من هؤلاء، بشروا يعني اخر ما تعطيه هو الخبر هذا، هو ما هوش مش صدق الخبر هذا، ليس في جمال وليس في بشرى ولا ليس في خير يرتجى، لا، كان لم يسمعها، يعني المسألة فاتت كل الحدود المتوقعة. شوف المرض كيفاش يكون مطبق والعياذ بالله في قلوب المرض، كأن لم يسمعها فبشروا بعذاب أليم، يعني هيبر لو دولورو هيبر ارجيك، سي ان تورمون انسبورتابل ردوتابل، فبشروا بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذه هزوا، وإذا كان نفسه ما طوعتوش كما يحبوا واستقر في داخله، اللي فعلا أنا عنده دراية بل الآيات هذيك لها حقيقة موجودة، ليست من عالم الخيال وعالم الناس وبنات الأفكار. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذه هزوا إلى تريت اون ديريزيون، يعني ما عنده في حياته إلا أن يقزم كل ما هو رفيع، وأن يبطل كل ما هو حق، وأن يشوه كل ما هو جميل. أيوة، اتخذ هزؤا أولئك لهم عذاب مهين، أو ربي كيفاش يعاملوا بما يليق بهم، مهين أي أبيليسون، يعني نحيل الكرامة اللي بيزه ربي بها من دون الخلق، وقد كرم بني آدم من عياله. وعرف معناه أنتم عبر التاريخ كل مرة فرد ولا جماعة ولا أمم نحت من الكرامة، وقرأوا قصة ملك سبا وغيرها، يعرفوا الناس اللي إذا كان الإنسان مش يعنطز ويقعد من رافض الرسالات لابد أن يذل يوما ما، لهم عذاب مهين في الدنيا والآخرة، مش حكاية متاع العبرة، من ورائهم جهنم أي في انتظارهم، سبيل لا دوني ديستيناسيون، من ورائهم جهنم يعني والعياذ بالله، والناس كل تعرف فيما جهنم، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا يعني أعمالهم، ولو في ظاهرها جميلة، لكن بما أنه كافر فالعمل ذاك يفقد أقسم ذلك، لأنه لم يبتغي به وجه الله، وإنما الأعمال بالنيات. ولا يغني عنه ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من الله أولياء، يعني شركاء اللي يزيدون اللي يزاسوسي أبيو، الكل ما ذوكم مش يبيدون. ورينا قداش من مرة اللي يوم القيامة سمعنا يتبرؤون منهم، أنا إلي ديزافو، ديزافو معناها سانغلون والعياذ بالله، ولا متخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، أي هذا القرآن وهذا الدين، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم.
وان تعرفوا الرجس هو منا هو ضربة من الله قاسمة فيها إذلال وإراق وصغار والعياذ بالله، يعني من يكونوا صغيرين أي أذلاء، لا كرامة لهم ولا عز لهم ولهم عذاب عظيم. أيوه لهم عذاب من رجس أليم، هنا ما عادش عذاب أليم كما ولهم عذاب عظيم، هنا من رجس أليم، يعني زاد خصلة أخرى وزاد خاصة أخرى هي الرجس. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. عالم البحار وما أدراكم البحار، والتاريخ يشهد لما في البحار من خير وشر وعظمة خلق، وظلمات من فوقها ظلمات ومن تحتها ظلمات، سحاب حتى الإنسان يخرج يده لم يكد يراه من شدة الظلمة، وفي أعماق الأعماق لزبيس أنواع المخلوقات وكيف تقاوم الضغط الرفيع الهائل منا، وكيف تهتدي فكل ما تهديك، هذا منا الرادارات وهذا شيء كبير قاعد يقع، الناس كل تعرف هذا، لا فائدة باش نقولوا نعاودوا. والسلام على من اتبع الهدى.